متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي أشارت اليوم إلى وجود أمطار رعدية بدأت في ساعات الصباح بحمد الله في منطقة نجران، وامتدت مع ساعات الظهيرة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. كذلك امتدت بعض السحب الركامية الرعدية إلى مناطق قريبة من كل من حائل والقصيم، في حين كان لدينا نشاط لافت في سرعة الرياح الجنوبية التي تحدثنا عنها يوم أمس، وعملت على تشكل موجات غبارية في مناطق واسعة من شرقي المدينة المنورة، أجزاء من القصيم وحائل وبعض المناطق الشمالية من المملكة. إذا مناطق بلاد الشام متوقع أن تتأثر بكتلة هوائية باردة متوغلة جنوبا على غير المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، كما تلاحظون هي باللون الأزرق. هذه الكتلة الهوائية الباردة وجودها في منطقة بلاد الشام سيعمل على تأثر عموم مناطق المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تتمثل بنشاط كبير ولافت جدا على سرعة الرياح في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية والغربية، وأيضا الأمر الآخر إثارة كبيرة للغبار وحدوث موجات غبارية، والأمر الثالث يتمثل بتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي تكون مصحوبة بتساقط الزخات رعدية عشوائية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. لنأخذ نظرة سوية على سرعة الرياح، هذه سرعات الرياح مساء هذا اليوم الاثنين، تبقى الرياح نشطة نوعا ما في بعض المناطق الغربية، إلا أن المناطق الشرقية تزداد بها سرعة الرياح الجنوبية، تصبح قوية مع حبات شديدة في المناطق الشمالية بما فيها رفحاء، تتشكل موجات غبارية من المناطق الغربية للرياض مرورا بالقصيم وحتى المناطق الشمالية، تنتقل لاحقا إلى داخل الأراضي العراقية. كما تلاحظون هذه الألوان تشير إلى نشاط كبير في سرعة الرياح، سواء في المناطق الغربية من محافظة الرياض، أجزاء من القصيم، حفر الباطن والمناطق الحدودية مع العراق بما فيها رفحاء. لكن غدا نهارا مع تعمق المنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة فوق العراق وبلاد الشام، رياح شديدة متوقع أن تهب على كامل القطاع الشمالي الغربي، مسببا موجات غبارية كثيفة للغاية، ربما تكون على شكل عواصف رملية. تستمر الرياح الشديدة على منطقة حفر الباطن وكامل المناطق الشمالية من المملكة، أيضا تكون لدينا رياح نشطة في أجزاء مختلفة من المملكة، أيضا تعمل على حدوث بعض الأتربة المثارة. مع ساعات المساء يتوقع أن تهب رياح شديدة على المناطق الشمالية الغربية بما فيها منطقة الجوف وأجزاء من منطقة حائل، وتعمل على حدوث عواصف ترابية تنتقل لاحقا إلى داخل الأراضي العراقية بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء يتميز بنشاط الرياح بشكل لافت في أغلب المناطق الشمالية، طقس عاصف ومتوقع أن يكون هناك عواصف ترابية متتالية وتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية بمشيئة الله تعالى، كما تلاحظون عبر هذه الخريطة. كذلك الأمر تشير له خرائط توقعات الغبار التي أشارت إلى الموجات الغبارية التي تأثرت بها المملكة اليوم، ولكن تركيز الغبار هذه الليلة على المناطق الشمالية كما تلاحظون منطقة حفر الباطن وأجزاء من رفحاء بمشيئة الله تعالى، تصبح كثيفة وتؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع ساعات صباح يوم الثلاثاء. على الجانب الآخر لدينا موجات غبارية أقل حدة إلى المناطق الغربية من الرياض كما تلاحظون، لكن مع ساعات مع بعد ظهر يوم غد يتوقع أن تتشكل موجات ترابية وغبارية كثيفة في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، تصل مدينة حائل وأجزاء من المدينة المنورة وتبوك والجوف وعموم المناطق الشمالية، ويتوقع مع ساعات المساء أن تشتد هذه الموجات الغبارية على هذه المناطق وتتحرك باتجاه الشرق بشكل تدريجي، ويستمر الطقس في المناطق الشمالية من المملكة يوم الأربعاء مغبرا بشكل لافت كما تلاحظون بسبب هذه الموجات الغبارية الكثيفة المندفعة من الصحاري الأردنية وبادية الشام، وتمتد تصل المناطق واسعة من شمال المملكة بما فيها حفر الباطن وبعض الأجزاء الشمالية من المناطق الوسطى، ومن المتوقع أن تصل بعض هذه الموجات الغبارية إلى العاصمة الرياض يوم الخميس. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية مساء هذا اليوم، تستمر الهطولات على شكل زخات عشوائية رعدية من الأمطار ممتدة من المناطق الجنوبية مما فيها نجران والجنوبية الغربية مرورا بالأجزاء الغربية من محافظة وليس العاصمة الرياض والقصيم وبعض الأجزاء الشمالية الغربية، مع التنويه أن هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تتميز بوجود زخات عشوائية الطابع من ناحية الأمطار، لكن لا يمنع أن تكون غزيرة جدا في نطاقات جغرافية ضيقة، ربما تكون مصحوبة أحيانا بتساقط
تنخفض لزخات البرد وتسبق بنشاط لسرعة الرياح التي تثير بدورها الغبار، كما تؤدي هذه الأمطار التي أحيانا تكون على شكل زخات غزيرة إلى جريان الأودية بشكل قوي وتشكل السيول في بعض المناطق. بالنسبة للأجواء هذه الليلة تبقى أو يبقى هذا الحزام المطري ممتد من المناطق الجنوبية الغربية مرورا بالقصيم ورفحاء وبعض المناطق الشمالية وتكون مترافقة مع حدوث الرعد. بالنسبة لنهار يوم غد الثلاثاء ينتقل هذا الحزام من المناطق الأكثر غربا إلى مناطق أكثر شرقا ليقترب من العاصمة الرياض، وتكون الأمطار الرعدية شديدة غدا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وتكون هناك أمطار قد تكون قوية وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول بشكل لافت، ربما تمتد إلى بعض المناطق الساحلية، كذلك تمتد إلى منطقة نجران، مناطق وادي الدواسر، الأجزاء الغربية من الرياض بما فيها الدوادمي، وصولا إلى أجزاء من القصيم وحفر الباطن بمشيئة الله تعالى، مع التنبيه على أن هذا الحزام الممطر يستمر بالحركة الجنوبية ليصل العاصمة الرياض مع ساعات مساء يوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء، كما تتهيأ الفرصة في المناطق الشمالية من المملكة تحديدا منطقة الطريف بهطول زخات رعدية من الأمطار مع ساعات مساء الثلاثاء. أما يوم الأربعاء فتبقى ويبقى هذا الحزام متواجد، زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة فوق مناطق جنوب غرب المملكة ممتدة إلى مناطق الرياض وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، ويتحرك هذا الحزام الممطر تدريجيا باتجاه الجنوب، مع التأكيد على أن يوم الأربعاء أيضا يحمل معه زخات شديدة الغزارة من الأمطار وتشكل كبير للسيول والأودية في مناطق جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن عودة إلى ملخص الأحوال الجوية ونبدأها هذه الليلة. أجواء غالبا صافية، درجة حرارة 25 درجة مئوية في العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. غدا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى بدءا من المناطق الشمالية. إذا أجواء عاصفة مع غبار في الجوف من 36 إلى 18 درجة مئوية، كذلك الأمر في تبوك من 32 إلى 16، كذلك الأمر أيضا في عرعر من 35 إلى 17 درجة مئوية. أتربة مثارة في المدينة المنورة من 38 إلى 25، ارتفاع على درجات حرارة في جدة تصل إلى 38 ليلا 24، في مكة المكرمة أجواء حارة من 40 إلى 29، أما في الطائف من 30 إلى 20 درجة مئوية. زخات رعدية غزيرة من الأمطار في بعض الأجزاء والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع تشكل السيول وجريان الأودية في أجزاء من أبها وجزان وربما حتى أجزاء من الباحة، أجزاء الشرقية منها تكون 27 إلى 20 في الباحة، 25 إلى 18 في أبها، و36 إلى 32 درجة مئوية في جزان. المناطق الشرقية في الإحساء أجواء حارة للغاية 41 نهارا 25 ليلا، في الدمام من 38 إلى 27، أما في حفر الباطن فالطقس يكون مغبر هذه الليلة ونهار يوم غد تتهيأ بعدها فرص هطول زخات رعدية من الأمطار كما تحدثنا، تكون العظمى من 37 نهارا و27 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة مع ساعات العصر والمساء، تكون درجة الحرارة العظمى 38 الصغرى 26، فرصة لأمطار رعدية مع أجواء مغبرة في القصيم من 36 إلى 21، وتبقى هناك موجات غبارية في منطقة حائل والعظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية. بشأن الأحوال الجوية متوقع خلال 3 أيام القادمة في الرياض، إذا غدا تبدأ أحوال جوية غير مستقرة مع ساعات الليل تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار ربما تكون رعدية من 38 إلى 26. يوم الأربعاء تكون الفرصة أيضا متاحة لأن تهطل زخات رعدية من الأمطار في العاصمة الرياض من 37 درجة مئوية نهارا لكنها تصبح 25 ليلا، ويتوقع أن يتحول الطقس ليصبح مغبر مع ساعات مساء الأربعاء ونهار الخميس مع ارتفاع لافت في نسبة الغبار في الأجواء، وتسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة الرياض يوم الخميس 35 درجة مئوية في حين تكون في ساعات الليل 24 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة والسائدة في المملكة. للمزيد دائما زوروا تطبيقنا أو حملوا تطبيقنا تطبيق طقس العرب وزوروا موقعنا الإلكتروني، ولا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.